لا مش عادي. انت عملت ايه امبارح؟ كان عندي قرايبي، كان يوم تحفة. عزومه في البيت ولا على البحر؟ بحر بحر ايه؟ وعلامه المايو اللي على كتفك دي ايه؟ لا يا ابني دي قديمة اصلا. لا دي مش قديمه، العلامه دي ما كانتش موجوده اول امبارح. واحنا مش كنا مع بعض في شرم؟ ولا انت نسيت يا ضايع؟ نانسي انت كنت في السخنه امبارح. سخنة؟ سخنة ايه؟ وانا هروح السخنة ازاي؟ انت امتى هتبطلي تكذبي عليا؟ انا بكدبش عليك. نانسي انا هسألك لآخر مرة، كنت هناك ولا لأ؟ بتسألني ليه لو انت مش مصدق اي حاجة بقولها لك؟ يعني انت كدابة؟ لا مش كداب. هشوف انت مين اللي بيضحك عليك. انت اللي بتضحكي عليا، كل ما اقولك ان حد شافك في حتة كنت بتكدبيه وبصدقك. بس المرة دي انت كدابة يا نانسي، علامة المايوه هي تخرق العين. عايزة تكدبي اكدبي بصياعة. صياعة؟ ولما أنا كدابة كنت بتصدقني ليه؟ عشان غبي، عشان أنا طلعت غبي. بس أنت أغبى مني على فكرة يا نانسي، أنت بتلعبي مع الشخص الغلط. آه صح، جاي دلوقتي تعملي فيها صايع يا ابني. ده أنا هوديك وأجيبك بكلمة، وجاي دلوقتي تعملي فيها صايع. حياة أمي هقتلك يا نانسي، وحياة أمي هقتلك. أنت بني آدمة وسخة وهتستوي. غوري من وشي، غوري من وشي، لحسن هقتلك. أنا هعلمك إزاي تتعاملي معايا كده تاني. غوري.